شعور رائع وإثارة لا محدودة في عالم الألعاب الإلكترونية على مختلف الأجهزة الذكية من دون الحاجة إلى التعامل مع الأجهزة مباشرة أو لمسها. فتقنية بلاي فريسكو تغنيك عن التعامل المباشر مع الحاسوب. بلاي فريسكو تمكنك من استخدام الأجهزة والاستمتاع بألعابها المتنوعة سواء بحركة اليدين عن بعد أو استخدام أي قطعة خارجية موجودة أمامك كالقلم أو الشريط اللاصق، ما يسمى اصطلاحا بتقنية رفع اليدين أو هاندز أوف. هذه التقنية طورها الشاب فراس عبد الحق وزميلاه في كلية الهندسة بجامعة النجاح في مدينة نابلس الفلسطينية عام 2013، وسرعان ما تضافرت عوامل نجاح الفكرة. البداية كانت عندما شاهد فراس ابن أخيه الصغير يحرك يديه يمينا وشمالا وكأنه يقود مركبة. أمسك كل ما هو حوله وجعله لعبته المفضلة، إنه يستمتع بذلك. حتى فكرت في الأمر وتساءلت، ماذا لو قدمت منتجا خاصا بي يفعل الشيء ذاته؟ ماذا لو جعلته مشروعا كبيرا يتيح لك التمتع بكل ما يحيط بك ويكسب اللعبة إثارة كبيرة؟ بلاي فريسكو جهاز يقرأ الحركة والإيماءات عن بعد، ويقوم بترجمة حركات الجسم إلى إشارات رقمية يتم إرسالها إلى الحاسوب أو المحمول، ويمكن وضعه تحت الطاولة لتسهيل الاستخدام. تخيل أنك في المطبخ ويدك ليست نظيفة ولا تستطيع لمس هاتفك لهذا السبب، وبإمكانك التحكم في الجهاز سواء بالرد على مكالمة أو رفع الصوت أو التنقل بين الملفات بمجرد الإيماءات. قصة نجاح تعانق فيها روح الإبداع عزيمة الإصرار والتحدي في مدينة فلسطينية تعاني كشقيقاتها شح الموارد وحصارا مستمرا. أن تمثل فلسطين بمشروع فني متميز شعور يدعو إلى الفخر، ونحن فعلا فخورون بذلك. ومع الإقبال المتزايد على تقنية بلاي فريسكو، يقوم فريق العمل حاليا على إتقان النموذج الأولي، ويسعى لإنتاج تصميم أصغر حجما وأكثر أناقة، وسوف يخضع المنتج لفترة اختبار قبل بدء تصنيعه في جمهورية التشيك.